أهلا بكم وحلقة جديدة من أيام رمضانية. في 16 من رمضان توفي أحمد ابن علي المقريزي المؤرخ المشهور وصاحب كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار. وفي 16 من رمضان أيضا لعام 409 هجريا صام المسلمون في كشمير لأول مرة. وفي مثل هذا اليوم عام 1213 هجريا تمت مطاردة نابليون بونابرت للمماليك في العريش ثم اندحاره أمام عكا. نلقاكم غدا والسابع عشر من رمضان وأحداث تاريخية أخرى.